شاء الله. اتفضل معالي الوزير. قبل ما ادخل على سؤالي كريم، هو بطل عالم قبلها على طول، يعني قبل الاولمبيكس، زي طبعا يعني انا بتكلم كوين الرياضه لرفع الاثقال يعني ساره، واحنا هو نازل وعارفين برقمه، يعني انا قلت برونزيه، هو قال فضيه برونزيه خلاص، لان لعبه رقميه والتنافس موجود، وبيكون بقى ايه يعني بنسميه اداء المباراه. اداء المباراه قد يكون لاعب ياخد قوه احتياطيه زياده، يعني على حسب طبيعه المباراه الحقيقه. ودي كانت من الحاجات برضو اللي هي الميداليات اللي هي بنقول عليها في قدر، واحنا مرتضيين غير تخطيطنا العلمي يعني، والحمد لله. فبالتالي الاصابه اللي موجوده خلت كمان يمكن تحميل نفسي، وكنا عمالين يعني يمكن رحت لهم مخصوص عشان اهدي الموضوع شويه تحديدا عليهم وعلى ساره، علشان احنا محتاجين ميداليات. لكن الاصابه يعني خلت الموضوع ده، بس انا عايز اقول له واقول لي واقول على يعني اسامه الجندي، احمد هو كتفه اتخلع قبل الفتره بحاجات بسيطه، وقبلها السنه اللي فاتت حصل تكرار الخلع، يعني علميا الشولدر ديسلوكيشنز او خلع الكتف لما بيتكرر 3 مرات في السنه لازم تدخل جراحي علميا يعني. فبالتالي هو سافر وعمل التدخل الجراحي، ولما جه قبل البطوله بشهرين الحقيقه كلنا اتجننا وقلقنا، لان انا مفهومي تشريحيا طب يبقى في تكرار، يبقى هيكون في عمليه جراحيه تانية، وفي شهرين طب هنعمل ايه؟ ده هو نومينيتد وزمايله، واحنا يعني كان المؤهلين، لان في حاجه تانية وده ردا، هو لازم اللي تاهل يسافر. وفي نوعين يعني، استراتيجيه شامله او محدوده، لان كل اللي تاهل بايلو لازم يطلع. ده بالعكس احنا علشان تاهلنا بشكل كبير في كوتا اللي متاهلين كلهم، وتحديدا في الخماسي كان في كوتا من المؤهلين عدد اقل تنافسه تاني علشان يطلعوا. ويعني الحقيقه احمد قلقنا ان في الشهرين دول ازاي هيتعمل الرهاب بتاعه، برضو يعني عملنا اجراءات كبيره جدا، وازاي بعد التاهيل هيرجع في شهرين يوازي المنافس العالمي اللي موجود ويطلع ازاي. لكن قوه الاراده وانا مش عارف اقول له ايه يعني، بس يعني هو عارف اللي جوايا يعني، والمتابعه وطبعا المهندس شريف والكل التيم يعني، بس يعني الحمد لله بدا، واراده شديده جدا مع طريقه واسلوب متابعات، لان احنا يعني في وزاره وفي تخطيط وفي لجنه، لكن في جزء مباشر اللي زي ما بنشوف فخامه الرئيس لا يتاخر على تكريم ولاده، وكانت رسالته مهمه جدا لتحفيز دوره الالعاب الافريقيه، وقال في رسالته سيادته للولاد، بس هي رساله تحفيزيه حتى للي هيسافر، انتوا لعبتوا افريقيا لكن هتروحوا تنافسوا منافسه اكبر كتير كبير واصعب، ومنافسين عالميين واكبر. المشكله او الموضوع مش الفوز، لكن مهم الاخلاق وانك انت تبذل جهد. الحقيقه احمد كان نموذج لده، وبنقله طبعا لكحله، اكيد كل حاجه هتتعمل، لكن الاراده القويه خلت النموذج المهم جدا اللي موجود، وهو سرعه الرهاب وازاي ده، وده اكيد هيكون لكل الابطال ان شاء الله في برنامج تاني زي التوجيه الرئاسي واللي احنا بنعمله دلوقتي، ازاي المستقبل يكون افضل باستمرار يعني.